طبعا بعد ما تكلمنا عن البرين تيومرز او اورام الدماغ، الان حنتكلم عن نقطه جديده which is caring for a client with cerebrovascular disorders، يعني الامراض اللي تكون في الدماغ لها علاقه بالاوعيه الدمويه. طبعا راح نتكلم عن الهيديك او الصداع بالتحديد. خلونا نشوف ايش يعني صداع. الصداع عبارة عن aching in the head and is referred to as cephalalgia. aching يعني وجع شديد في الرأس. These symptoms اللي هو عبارة عن headache accompanies many disorders such as meningitis, increased intracranial pressures, brain tumors and sinusitis. يعني الصداع يكون عادة عرض لكذا نوع من الأمراض اللي سبق تكلمنا عنها مثل meningitis والbrain tumor. عندنا ثلاث أنواع رئيسية للصداع: tension headache أو صداع التوتر، migraine headache أو الصداع النصفي، cluster headache أو الصداع العنقودي. طبعا راح نفرق ما بينها بناء على ثلاث نقاط رئيسية: الوصف description, pathophysiology and etiology المسببات، أيضا assessment findings which is a sign and symptom أو العلامات والأعراض المصاحبة لهذا النوع من الصداع. خلونا نبدأ نتكلم عن التنشن هيريك أو صداع التوتر، وهو عبارة عن تقلصات أو contracts the neck and facial muscle for prolonged period of time. يعني ينتج هذا الصداع من تقلصات عضلات الوجه والرقبة لفترة طويلة، وتكون ناتجة عن حدة المشاعر أو التوتر أو الإجهاد. طبعا زي ما قلت إنه كان بديفلوبت من التقلصات بسبب التوتر. الأعراض المصاحبة لها بيكون في pressure or steady constriction in both sides of the head. الشخص يحس إنه في زي الرباط الضاغط على الرأس. anxiety or emotional conflict، يكون في توتر قلق وفي حدة في المشاعر. بالنسبة للmigraine headache أو الصداع النصفي، يعتبر صداع شديد severe and last for a day or more. يعني مو نفس الصداع التوتر يبقى لفترة قصيرة بناء على فترة التوتر، لكن الصداع النصفي يستمر ممكن إلى يوم كامل. بالنسبة للأشياء اللي ممكن تحفز حدوث الصداع النصفي: الهرمونال تشينج، التغيرات الهرمونية، sleep change، التغير في نمط النوم، بعض أنواع الأدوية الميديكيشن مثل الأورال كونترسيبتيف أو موانع الحمل، بعض أنواع الأكلات أيضا وجدوا فيه علاقة بينها وبين حدوث نوبة الصداع النصفي مثل الأكل المعلب أو المالح. السنسوري ستيمولاي لما مثلا يكون في ضوضاء إزعاج أو يكون في نور شديد. من ضمن العلامات والأعراض لهذا النوع من الصداع أن الشخص يبدأ يشعر أنه في زي النبض في الرأس في أحد جوانب الرأس، فالبين يكون as a throbbing or bursting، يعني كذا يكون الشخص يوصف quality of pain. An aura، طبعا aura تعتبر sensory phenomena that precede the headache، يعني الشخص قبل ما يصير له الصداع يبدأ يشعر انه يشوف اشكال او بقع ساطعة او ومضات من الضوء، ايضا يشعر بوخز مثل وخز الابر او المسامير يا اما في الذراع او في الساق، او ضعف او خدر في احد جوانب الوجه، ممكن يكون عنده صعوبة في التحدث. هذه كلها تحدث من 10 إلى 30 دقيقة قبل ما يصير نوبة صداع النصفي. أيضا يشعر بغثيان، نيوزيا، vomiting، vertigo، دوار، يصبح حساس للضوء sensitive to light أو نسميه photophobia، irritability and fatigue. بالنسبة للصداع العنقودي عبارة عن a variant of migraine headache. الصداع العنقودي يحدث بأنماط دورية أو فترات عنقودية they are episodic، يعني فترات recurring over 6 to 8 weeks. طبعا هو أطول من أنواع الصداع الأخرى، ممكن كل بين كل نوبة أو أخرى يكون في فترة بسيطة جدا للrehabilitation أو للrecovery. طبعا هالنوع من الصداع can be triggered by vasodilating agent، الأدوية أو medication اللي تعمل لي vasodilation للأوردة والشرايين أو للblood vessels مثل النيتروغليسرين، الهستامين and alcoholic beverage. أيضا شرب الكحول ممكن يؤدي لحدوث هذا النوع من الصداع. يمتاز هذا النوع من الصداع أن الألم يكون في أحد جوانب الرأس وفي التحديد خلف العين usually behind
the eye. أيضا يكون الشخص عنده nasal conditions. ممكن يكون في watery discharge from the nose, tearing and redness of the eye. يعني تبدأ العين تحتمر تصير حمراء ويكون فيها دموع. هنا في الصورة هذه موجودة ثلاثة أنواع صداع. tension يكون طبعا على جوانب الرأس. the migraine headache always in one side of the face and the cluster headache in one side and usually behind the eye. بالنسبة للميديكال مانجمنت اوف هيديكس، اول نوعين ممكن نقدر نعمل لها ريليفينج بواسطة المسكنات والراحة، لكن النوع الثالث الكلاستر هيديك او الصداع العنقودي وهو يعتبر اكثر حدة من المايغرين هيديك او الصداع النصفي and tension هيديك صداع التوتر. لذلك في بعض الادوية اللي ممكن تعمل كنترولينج لهذا النوع من الصداع مثل كورتيكوستيرويد، الفازوكونستراكتين دراج، الانتي كونفولسنت دراج في حال كان في تشنجات مصاحبة لهذا الصداع، ايضا بيتا ادرينرجيك بلوكر.